قصص نجاحات السوريين في الخارج تزداد يوماً بعد يوم، فلا يوجد مجال أو مهنة إلا ووضع السوريون بصمتهم فيها، والتي دائماً ما تكون مليئة بالإبداع والإبهار للدول المتواجدين بها. ففي هذا السياق نجحت شابة سورية من خطف أنظار العالم لها بعد تحقيقها إنجاز غير مسبوق في مجال الطيران في بريطانيا، فما قصتها؟ في الوقت الذي تكثر فيه قصص نجاحات السوريين في الخارج، برزت قصة فريدة لشابة سورية تدعى مايا غزال، حيث تمكنت من تحقيق نجاح باهر في بريطانيا وتحدثت عنها وسائل الإعلام الغربية مشيدة بنجاحها الباهر. فالشابة السورية تمكنت من الحصول على رخصة قيادة لطائرات في بريطانيا في سن مبكرة، ليتم تصنيفها على أنها أصغر شابة تحمل رخصة لقيادة الطائرات في المملكة المتحدة حالياً. وبهذا الإنجاز الكبير نجحت الشابة السورية والتي هي في بداية العشرينات من عمرها من الحصول على رخصة قيادة طائرات في بريطانيا برتبة كابتن طيار. ذلك الأمر جعلها حديث وسائل الإعلام البريطانية والغربية، وخاصة بعد أن جذبت مايا الأنظار إليها خلال حديثها في مؤتمر مهم على الصعيد الأوروبي يتعلق بصناعة الطيران، لتكون بذلك أول لاجئة سورية في العالم تحصل على رخصة لقيادة الطائرات. وحول تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، أوضحت مايا لوسائل الإعلام بأنها لم تصل إلى هذا النجاح ولم تحقق حلمها في أن تصبح كابتن طيار إلا بعد جهد كبير ومثابرة استمرت لأعوام، حيث أشارت إلى أن طموحاتها لا تعرف نهاية ولا تتوقف، إذ أنها تطمح بأن تصبح طياراً وبأن تحصل على رخصة تجارية تخولها العمل كطيار بشكل رسمي وكامل. وحول مدى صعوبة تحقيق ذلك الإنجاز، قالت مايا لوسائل الإعلام بأن هذا الأمر لم يكن سهلاً عليها أبداً، فمايا خاضت العديد من التجارب واجتازت كافة الاختبارات الصعبة حتى أصبحت مؤهلة لقيادة الطائرات والمسؤولة الأولى عن اتخاذ القرارات أثناء الرحلات. وتقديراً لمايا ونجاحاتها غير المسبوقة، تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كما تم إعطاؤها جائزة إرث الأميرة ديانا. أما عن جنسية مايا فهي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حيث أكدت لوسائل الإعلام بأنها لن تتخلى عن جنسيتها السورية، فرغم أنها أصبحت مواطنة بريطانية أكدت أنها تفتخر وتعتز بكونها سورية.